هو نقول السجال القضائي اللي بينه وبين في جزء الشخص اللي هو نبيل القروي وفي جزء اخر مجموعة شركات نسمة مع سجال قضائي يوصل تقريبا 30 قضية اللي فما قضايا احنا رافعينهم فما قضايا اللي مرفوعين ضد المنظمة وضد حتى الاشخاص يعني انا كأشرف عويدي كشخص مرفوع ضد زادة قضايا اليوم وصلنا الى عدد 27 قضية خسرهم السيد نبيل القروي ضد المنظمة نحكيوا على القضايا اللي هو رفعها ولكن فما مجموعة اهم من القضايا اللي احنا رافعينهم اللي توا لم يتم البت فيها إذن يا إخوانا المسار تاع القضاء والتقاضي بطريقة متوازية خرج التسريب اللي تاع سنة 2017 اللي من خلاله فهمنا كواليس أعداد الحملة الممنهجة ضد المنظمة فالتجأنا للقضاء ففي شهر أفريل 2017 قامت المنظمة برفع مجموعة من القضايا في نفس الشهر بعد بيومين من رفعنا احنا القضايا يقوم سيدنا نبيل القروي برفع قضية ضد المنظمة يتم استدعانا احنا للتحقيق في القضايا اللي هو رفعها اللي مرفوعين بعدنا ولا يتم استدعاء المنظمة اللي سمعنا كشاكين هو الفكرة بدأت من خلال العمل على بنك الإسكان معناه ما كانش العمل على شركة نسمة في حد ذاتها كان العمل على الفساد في البنوك العمومية وفي بنك الإسكان لكن بنك الإسكان نشر تقرير في 2011 اللي من خلاله تحس اللي فما حاجة غالطة في المعاملات المالية متاع شركة نسمة وبدينا احنا نبحث اكتشفنا اللي فما مجموعة كبيرة متاع شركات تحمل لإسم نسمة ثم مجموعة كبيرة من الشركات التي تحمل نفس الاسم خارج الدولة التونسية كي نحكيوا على دبي كي نحكيوا على لوكسمبورغ كي نحكيوا على المغرب وقتها ما تنجمش ما تاخوش بعين الاعتبار هيجس انه هناك تهرب ضريبي ولو حتى ب 1% كي بدينا نتبعوا احنا في الملف هذا اللي استغرق لنا تقريبا سنه من العمل نلقاو اللي مقاومات التهرب الضريبي موجوده وخصوصا انه التهرب الضريبي هذا كان يمارس في تونس وخارج تونس لكن قلنا اجا نقطع الشك اجا نكملوا احنا وحاولنا نتحصلوا على الوثائق الداخلية لشركة نسمة اللي هي التقرير مراقب الحسابات الذي يقر بأن هناك عملية تهرب ضريبي لشركة نسمة اليوم يظهر لي الحكاية دي ما عادش محل سجال خاطر زادة الإدارة الجبائية في تونس طيحت سيد نبيل القروي وشركة نسمة رود ريسمون بمبلغ 10 مليار دويت اللي هو تقريبا المبلغ اللي حكينا عليه احنا نفهم انه ربما من السهل انك تتخلص وتفلت من العقاب بعكس الهجوم على الطرف اللي نزل التقارير هذية ولكن اليوم يظهر لي لننتظروه ان القضاء يأخذ مجرى الإدارة الجبائية وأخيرا تحركت إدارة الجبائية أقرت وأثبتت أن هناك تهرب ضريبي تم أخذ إجراءات الجبائية في انتظار الإجراءات القانونية خاطر ما نيش نحكيه فقط على التهرب الضريبي اللي صاير في تونس نحكيه على الأموال التي تم تحويلها خارج تونس أنت تقرأ البيلان تاع الشركة تقول لك اللي هي خاسرة في تونس وقت اللي فما أموال يتحل ما نأخذ الشركة في لوكسمبورغ شركة عندها زيرو أكتيفيتي ولكنها رابحة أنا متأكد أني لولا تلك الحماية السياسية نبيل القروي لن يفلت من العقاب ولكن مع ذلك أنا متأكد أنه لن يفلت من العقاب ذيك علاش ديما ماذا بيا ما نحكيش على السلطة التنفيذية ولا حتى على السلطة التشريعية ونتوجه مباشرة للسلطة القضائية القضاء التونسي يزمو يفهم اللي هو اليوم في عصر ما بعد الثورة اللي نضالات المجتمع المدني كانت من أجل أنه يتمتع بالاستقلالية متاعه أنه يخرج من تحت سطوة السلطة التنفيذية أنه اليوم يولي عندك مجلس أعلى للقضاء منتخب ولكن للأسف لسبب أو لآخر القضاة متاعنا ما زال ياخذوا بعين الاعتبار رأي السلطة التنفيذية اللي هو يحلنا الباب واحد داخل باب تضارب المصالح لأنه اليوم السيد القضاة يمشي للسلطة التنفيذية ثم يعودون إلى القضاء يمشي مكلف بمهمة يمشي مكلف بمأمورية يمشي مستشار قانوني في السلطة التنفيذية ثم يعود وذلك علاش برشا من القضاة متاعنا للأسف ما زالوا يحسبوا خاطر ينجم يخرج سفير يخرج خاطر ينجم يعيطوا الوزير وفبالتالي نفهم انه العباد هذوما راي السلطه التنفيذيه يهمهم ولكن هكا رانا ما نجموش نحاربوا الفساد على العكس ما يتصوروه الناس الفساد في تونس معلوم وموثق من اجهزه الدوله انا يعني اليوم الدوله التونسيه ما تحتاجش اي واحد باش تعمل لها انفستيغاسيون باش تعرف تهرب الجي بي الاحساس نتاعي اللي انت يتم توظيفك اش معناها معناها انت تكشف ملفات يحطوها على جنب وقت اللي تنتهي المصلحة من فلان أسمع مش جميع تايوتش عندهم عليه دوسي هذايا أي يجيب فتحس اللي أنت تخدم في خدمة توظف من بعد سياسيا دونك أنت جيب لنا الفساد وإحنا تنصرفه نبحث أنا عن الفساد نوثقه أرفع القضايا ترقد يتم تحريكها عندما يتم استهداف شخص فبالتالي وقت اللي يريح الحكم تولي ضدك وقتها نمشي والقضايا أنا يقضي اللي هو إحساس الحقيقة
مهين احيانا، وفي نفس الوقت تحس اللي انت يتم توظيفك واستعمالك. اليوم جات الضربه في نبيل القروي هكا ناقض، نهار اخر تجي في عبد داخل، ما تحسش اللي احنا قاعدين في دوله قانون ومؤسسات انه كل ما نلقاو فساد نعالجوه. لا، الفساد نعالجوه وقت اللي يخرج من السلطه، الفساد نعالجوه وقت اللي ريح الحكم تتغير، وقت اللي المصالح تتغير. فبالتالي تحسنا في مافيا الناس كل شاده دوسيات على بعضهم، واللي سيء ولا هو الحلقه الاضعف يتم التضحيه به. في وقت اللي بدأت ما يسمى بالحرب على الفساد، اتصلوا بينا مجموعه من الوزراء وقالوا لنا راهو ماذا بينا كان المجتمع المدني يقف معنا. قلنا نشوف احنا ما نجمش انت تحارب الفساد ولا نجي ضدك. وذلك المنطلق تم ايقاف مجموعه من الكناثريات، شفيق جراي الاخطبوط الاعلامي نتاعو الكل، فاستبشرنا خيرا. بعد يطلع علينا السيد رئيس الحكومه يحكي على تقرير تم رفعه، نبعثوا احنا مطلب نفيذ المعلومه، نجموش نتمكنوا ونتحصلوا على التقرير هذا. يتم اعلامنا ان التقرير هذا لا يوجد. اذا احنا اليوم نقف قدام الشعب في برلمانه ونقول لهم راه لدينا تقرير والتقرير هذا يطلع غير موجود، فسيد يوسف الشاهد يعمل في مسرحيه. مصطلح الحرب ضد الفساد اليوم قاعد تستسيغه المجموعه الكبيره من الشعوب. هذاك علاش نشوفوا سيد يوسف الشاهد بعد ما بدا الحرب عن الفساد نسبه الثقه فيه وصلت 80%، اللي هي اعلى نسبه ثقه حصلت عليها شخصيه سياسيه منذ الثوره. يؤسفني انه يتم استعمال مصطلح الحرب ضد الفساد اليوم، خلينا نقول الكلمه المناسبه هي تشليك محاربه الفساد، صيغه في وثيقه قرطاج استعملتها الحكومه. اليوم كل شخصيه تحب تتموقع سياسيا تستعمل الحرب ضد الفساد، ولكن على عين في التيران وفي الميدان على ارض الواقع هل هناك تغيير؟ مؤشراتنا لدى الشفافيه الدوليه لم تتحسن، كل مؤشراتنا الدوليه لم تتحسن. اذا انت اليوم تدعي انك تحارب الفساد ما فما حتى مؤشر علمي يؤكد اللي فما فعلا تقدم على مستوى الحرب. منذ تمرير قانون المصالحه نجم نقولوا اللي علاقتنا الرسميه بالبرلمان انتهت. كان عندنا مبعوث في البرلمان قاعد يخدم على البرلمان، دوك ما عادش نخدموا في البرلمان لانه ما نجموش نخدموا مع برلمان يحمي الفساد ويساهم ويعزز ثقافه الافلات من العقاب. اليوم شوفوا حصيله البرلمان التونسي، مررنا قانون النفاذ بالمعلومة بشق الأنفس وكان ينجم يكون نسخة محترمة لولا وقوف كتل بعينها ضد القانون هذايا. حماية المبلغين كيف معناها الإرادة السياسية نتاع الإدارة العميقة ما كانتش مع حماية المبلغين، مررناه كيف بشق الأنفس. لكن من بعد إذا نشوفوا حصيلة البرلمان هذايا، البرلمان هذايا يرفض أنه يخلي الدولة تحمي فلوسها. معناها وقت اللي أنا عام الأول وعام الثاني وعام الثالث أفشل أني أمرر قانون يجرم استعمال الفلوس بقيمة أكثر من 5000 دينار، معناها شكون اللي في تونس يدور بأكثر من 5 ملايين؟ ما ينجم يكون كان كناتري. فبالتالي اليوم عندنا برلمان يساهم في السوق الموازية، يساهم في حماية الكناترية، يساهم في حماية المنظومة المافيوزية. لكن كان نتبعوا احنا البرلمانيين اليوم نلقاو برشا شبهات. اليوم رفع الحصانة على سفيان توبال، علاش التشبث بالحصانه هذه؟ اليوم البرلمان قال لي علاش ما عندناش قانون تضارب المصالح، الاثراء الغير مشروع، التصريح بالممتلكات، حتى النسخ التي تم ايداعها رفضوا انه المجتمع المدني يعلق عليها. خلينا نقولوا فما فساد الفاميليات، هذا الفساد الرسمي واللي هذين عانيوا منه عبر جيلا بعد جيل. يعني عدنا اليوم 50 عائله هم اللي يحكموا في الاقتصاد التونسي. إجا تبع عندي شكون اللي عندهم الشركة، معناها العقود نتاع التمثيل نتاع السيارات، تعرفهم شكون هم العائلات هذوما. فبالتالي الفساد هذايا هو الإشكال الأكبر وقاعد يتموقع. الإشكال الثاني علاش أنا ديما نحكي على الاقتصاد الموازي، خاطر صعب إثباته. معناها كنت عارك أنا وأحد أسهار بن علي نلقاو ديما وثائق تدل على عملية الفساد. في الاقتصاد الموازي الإشكال أنه اليوم البارونات هذوما غير موجودين أصلا، معناها هي أشباح. كم كبير من العملة إسبيس، لكن إذا قسموا اليوم تونس نشوفوا اللي فما اقتصاد العائلات الفاميليات اللي هو اللي نعاني فيه من السبعينات إلى يومنا هذا، وتو ظهر الاقتصاد الجديد اللي هو إفرازات ما بعد الطرابلسية اللي هو الاقتصاد الموازي. الزوز يقايضوك بنوعا ما العائلات نخدموا فيها ولا رغيف الزوالي وغيره وغيره. دونك انا ما يهمنيش، انا يهمني حاجه برك، من حق الدوله التونسيه انها يكون عندها الضرائب نتاعها كاملة.
للاسف كي نحكي على الفساد نشوف ان الفاسدين جماعتهم الانتهازيه والعباد اللي ضدهم فرقتهم المبادئ. اسكو قاعدين نخدموا مع بعضنا باش نحاربوا الفساد؟ لا، وذي الاشكال اللي كمجتمع مدني كاعلام ومجتمع مدني مانيش قاعدين نخدموا بالشكل الكافي، وذاك علاش ما نجموش نربحوا عباد مهيكله ومنظمه وتنسق مع بعضها كما الاخطبوط نتاع الفساد. اذا عدنا عنوان رئيسي لمحاربه الفساد اليوم هو البنوك العموميه. البنوك العمومية واللي قاعد يصير في البنوك العمومية، رأسمالة البنوك العمومية وعديد نقاط الاستفهام متاعها، هل الدولة تحاول إنقاذ العائلات هذية بفلوس دافع الضرائب ولا؟ فبالتالي نتصور النقطة الأولية والأولى اللي لازم نبدأ بها البنوك العمومية. الثانية هي قطاع الصحة. قطاع الصحة اللي تتكلب عليه اليوم المافيات، قطاع الصحة خاطر فيه أنجو فينانسي كبير ياسر، لازمنا زادة كيف كيف نعالجوه، خاطر اليوم الوضع على مستوى البنية التحتية وحتى على مستوى الخدمات كارثي. أنا يعني ربما فما حاجات ما نجموش نأجلوهم كما صحة التونسي ما نجموش نأجلوهم، فبالتالي يذول إنقاذ قطاع الصحة وإنقاذ المؤسسات العمومية في قطاع الصحة واجب وطني وعاجل لازمنا نعالجوه. الثالث يذول هو الجباية. الجباية اليوم راهو ما فما حد يقبل أنك تطبق عليه هو القانون وما تطبقش على غيره. إذا أنت اليوم تختار أنك تجامل المهن الحرة على حساب العبد اللي عنده برويته في الشارع، راهو حتى واحد ما هو باش يرضى بالقانون. كي نحكيو على فرض القانون خويا ابدا بالكبير، لازم ناخذوا مجموعه من الاجراءات دون ان نستثني احدا. اليوم للاسف الاتحاد قاعد يدز ويحمي في مجموعه من النقابيين، اليوم الاحزاب قاعده تحمي في الناس المضاوين تحتهم والمهن الحره كيف كيف. فاللي قاعد يصير يلزمك تحتمي بطرف اذا تحب تمنع.